انا اب ديال سيحيا. سمعنا الحمله جات شي 3 ايام هذه ولا 4 ايام، ومشينا سجلنا في المندوبيه وعلمونا، ومشينا درنا التحاليل وجينا دوزنا هنا وحيدوا لنا التحاليل للدراري. دازت الحمله بخير وعلى خير، ما كاين لا مشاكل لا والو، دوزوا الدراري وحيدوا لهم الحلاقم، كلشي داز بخير وعلى خير. السلام عليكم، انا واحده من المستفيدين ديال هذه الحمله. المهم حنا تقيدنا في المندوبيه وعلمونا ومشينا عطاونا التحاليل باش نديروهم لوليداتنا. الحمد لله كلشي داز مزيان بخير وعلى خير. كنشكروا السيده المندوبه، كنشكروا الطاقم ديال السبيطار، كلشي كان حسن الاستقبال، كلشي مزيان الحمد لله، داز كلشي بخير وعلى خير. كنشكروا الدكتور ديدي وكنشكروا الطاقم اللي جا معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى الإدريسي الداودي، دكتور في الصيدلة، وعندي الشرف اليوم أنني كنتواجد بمدينة ميدلت بالمستشفى الإقليمي ديال هذه المدينة الجميلة. كانت عندنا اليوم بما نسميه بالفرنساوية اون كارافان، حملة طبية اللي هي منظمة من طرف جمعية الشفاء من فاس، بشراكة مع المندوبية الصحة ديال مدينة ميدلت وإقليم ميدلت. فجاءوا أطباء اللي هم اختصاصيين في مرض الأنف والحنجرة والأذن، واستفدوا منهم إذن السكينة ديال مدينة ميدلت والنواحي ديال مدينة ميدلت بما فيهم الدواوير والمناطق المجاورة. ودونك في هذه الفحوصات الطبية وقع تشخيص ديال بما نسميه بالمغربية الحلاقم، ومن هذا الحلاقم وقعوا عمليات جراحيه في الصباح في البلوك اوبيراتوار ديال استئزال اللوزتين اللي هما ديال كيتحيدوا لي زونجين. والحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير، والمواطنين ديال المدينه وديال الاقليم كانوا على خاطرهم، لانه حتى الاطباء داروا مجهودهم كامل. وكنشكروا اللي ساهم في هذه الحمله هذه والطاقم الطبي ديال المستشفى الاقليمي ديال مدينه ميدلت، ولا من الممرضات ولا من لي ماجور ولا اللي مكلفين بالبلوك. كل شيء الحمد لله داز بخير وعلى خير، وشكرا، ونتمنوا هذه الحملات يتعاودوا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.